تقام اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 البطولات التالية: مباريات ودية للأندية باستعدادات الموسم الكروي الجديد وبطولة الدوري المغربي. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. الآن مع تفاصيل المباريات. أولا مباريات ودية للأندية باستعدادات الموسم الكروي الجديد، حيث تقام اليوم 6 مباريات هامة جدا وهي كالتالي: المباراة الأولى مانشستر يونايتد وكيو بي رينجرز تقام في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر والخامسة عصرا بتوقيت السعودية، وتزع المباراة بث مباشر عبر قناة MUTV HD. المباراة الثانية بروسيا دورتموند الألماني وأتلتيك بلباو الأسباني تقام بنفس التوقيت 4 عصرا بتوقيت مصر والخامسة عصرا بتوقيت السعودية. المباراة الثالثة بايرن ميونخ الألماني وأياكس أمستردام الهولندي تقام في تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مصر والخامسة والنصف عصرا بتوقيت السعودية. المباراة الرابعة ميلان الإيطالي ومودينا الإيطالي تقام في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والسادسة مساء بتوقيت السعودية. المباراة الخامسة يوفنتوس الإيطالي وتشيزينا الإيطالي تقام في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر و7 مساء بتوقيت السعودية. المباراة السادسة برشلونة الأسباني وجيرونا الأسباني تقام في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر و8 مساء بتوقيت السعودية، وتزع المباراة بث مباشر عبر قناة بارسا تي في. ثانيا مباريات بطولة الدوري المغربي، حيث تقام اليوم 4 مباريات بالجولة 29 وهي كالتالي: المباراة الأولى الجيش الملكي وأولمبيك أسفي تقام في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والخامسة مساء بتوقيت المغرب، وتزع عبر قناة الرياضية المغربية HD بتعليق محمد العدالي. المباراة الثانية شباب المحمدية والوداد الرياضي تقام في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت مصر و7:15 مساء بتوقيت المغرب، وتزع عبر قناة الرياضية المغربية HD بتعليق سفيان الرشيدي. المباراة الثالثة مولودية ودة وحسينية أكادير تقام في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت مصر و9:30 مساء بتوقيت المغرب، وتزع عبر قناة تمازغت HD بتعليق محمد فضلاوي. المباراة الرابعة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي تقام بنفس التوقيت 10:30 مساء بتوقيت مصر و9:30 مساء بتوقيت المغرب، وتزع عبر قناة الرياضية المغربية HD بتعليق عبد الصمد ولد شهيبة. وفي النهاية ما هي توقعاتكم لأهم مباريات اليوم؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.